السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التطبيقات الكتابية. هذه حصة تندرج في الأسبوع الثالث من الوحدة الثانية مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. أقرأ وأشكل ما تحته خط. إذا نقرأ النص: أقبل صبية على معرض للفن التشكيلي فشاهدوا مجموعة من اللوحات التي عرضها أحد الفنانين المشهورين، أرادوا أن يقلدوه فرسموا خطوطا وأشكالا مختلفة ولونوها، لكنهم اكتشفوا أن الرسم تعبير فني وأنه يحتاج إلى دراسة وتدريب. إذا نشكل، إذا أقبل صبية على معرض للفن التشكيلي فشاهدوا مجموعة من اللوحات التي عرضها أحد الفنانين المشهورين، أرادوا أن يقلدوه فرسموا خطوطا وأشكالا مختلفة ولونوها، لكنهم اكتشفوا أن الرسم تعبير فني وأنه يحتاج إلى دراسة وتدريب. أقترح للفقرة عنوانا من كلمتين، إذا المعرض التشكيلي. تشكيلي. بالنص سبعة أفعال أصنفها إلى لازم ومتعدي وأضعها في الجدول. إذن الأفعال الموجودة بالنص نستخرجها. أقبل شاهدوا عرضها، أرادوا أن يقلدوه رسموا خطوطا وأشكالا مختلفة ولونوها، لكنهم اكتشفوا أن الرسم تعبير فني وأنه يحتاج إلى دراسة وتدريب. إذا أقبل فعل مهموز. عرض فعل سالم، صحيح سالم. إذا نصنفها إلى لازم ومتعدي. إذا أقبل صبية على معرض، إذا أقبل لازم، إذا عرضها فعل صحيح سالم ولكنه متعدي. عرضها، عرض الفعل عرض. إذا أحد الفنانين المشهورين يقلدوه، قلد، إذا قلد يقلدوه مضاعف متعدي. قلد الفعل قلد. إذن رسموا الفعل رسم، فرسموا خطوطا، إذن رسم فعل. صحيح سالم. إذن لون فعل معتل. شاهد أيضا فعل معتل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.